أنتم غدا تنتظرون الجنة وتنتظرون المغفرة، وغدا تنتظرون العظيم جل وعلا يوم أن يباهي بكم ملائكة السماء. أنتم في هذه الليلة تنامون لتستعدوا لمباهاة الله جل وعلا بكم غدا. إذن بعضنا الآن جالس في منى وعلى صعيد منى على هذه الأرض ينتظر أقل من 24 ساعة ليباهي الله به ملائكة السماء، ثم يدعوكم للانصراف وقد غفرت ذنوبكم. الصغائر أم الكبائر؟ أبشرك، الصغائر والكبائر. الله أكبر، ما أعظم هذا العظيم وما أكرم هذا الكريم، إنه المنان جل وعلا. بعضنا الآن لو مات الآن لركان من أهل النيران لربما، حرم الله هذه الوجوه عن النار، لكنه غدا يلبي فيقف على ذاك الصعيد حاسر الرأس منكسر القلب باكي العين معترف بالذنب، يا ربي يا رب، ومن الذي أناخ بباب العظيم فطرده؟ إنه أكرم الأكرمين. نعم يأتون إليه بذنوب بلغت عنان السماء، وقل للجبال والله إن عفو الله أعظم من ذنوبنا وإن كرمه أعظم من عيوبنا، ولذلك أتيت إليه، تركت الأبناء، تركت الوطن، تركت المحبين، أنفقت المال، أتيت والسمرة تعلوك على صعيد عرفات الله يوم ليلة القدر يتنزل الملائكة، أما يوم عرفة الله يتنزل لعباده جل وعلا. وما رؤي في يوم أكثر عتيق من النار. افرح واطمئن واشرح صدرا وارجو من رحمة الله، وإياك أن يأتيك شيطانه فيوسوس لك ويقول إن عفو الله لا يشملك ورحمته است أهلا لها. إياك، والله أنك أهلا لها، إن البلوغ على هذا الصعيد معناه اصطفاء من الله لثلاثة ملايين من 1500 مليون مسلم على كوكب الأرض. اصطفى 3 مليون حتى يأتوا إليه بشرط أن يكون الله وحده في قلوبهم، أن تكون تلبي تلبية القلوب وتحج حج القلوب، لبيك لا شريك لك، فلا أخاف إلا منه، ولا أرجو إلا إياه، ولا أستعين إلا به، ولا أقسم إلا به، ولا أذبح إلا له، هو الواحد في قلبك لأنه واحد في خلقك. إذن أبشر، أبشروا وأملوا، فالموعد غدا والموعد غروب شمس الغد، فاستعدوا للقاء الله، استعدوا بقلوب نقية، قلوب طاهرة، قلوب مخبتة، نعم قلوب منكسرة.